كرم ربنا اننا نعيش وخلاص، انا يعني نقدر على وقتنا وبس. عايزين ايه انت حضرتك برضه تشتغل صياد؟ طبعا. ما بتصطادش هنا في البحيرة؟ اصطاد فين يا عم، انا بخاف اطلع من البيت لو رحت البحيرة من الشراير. ليه حاج؟ كلها عصابات بالمواتير بالسلاح. ما اللي بخلي العيال تتغرب ايه؟ الحكومة نزلت قبل كده وضربها عندهم. انا كنت بسرح البحر ويجوا علي العصابه مرتين وثلاثه واربعه، بطلت البحر قبل ما انتش. يعني ايه عايزين منكم ايه يعني العصابات اللي موجوده دي؟ الموجوده معاك بطانيه بتضغطها بياخدوها، معاك فلوس بياخدوها، معاك محمول بياخدوه، ان اتكلمت يضربوك بالنار ويسوحوك في الميه عادي. يعني الاشخاص دي معروفه؟ طبعا معروفه. ما مش معروف يعني من هنا من البلد ولا لا؟ من لا، في فلاحين يعني من الشبول، وفي من العجيره، وفي من نبليه، وفي من وفي من محافظات تانية؟ وفي من المطريه من هنا. يعني دول بلطجية ولا إرهابيين لا، دول مستخبيين؟ اصلا اخدين برور عافيه كده بقوه السلاح، ومحدش بيتصجر يقول لهم كان ولا من. لو اجت حمله عشان الكركات عشان تطهر البحيره بيمشوها بالفلوس. واحد زي حالته مثلا لو راح يشتغل غلبان ينضرب عليه بالنار، ما تعرفش دي. بنروح نسرح في بورسعيد، بنروح السويس، اللي بخلي الناس تتغرب اللي هو المطرية دهلية. أبويا صياد عنده 55 سنة، أخويا متوفي، عرفت منه. والدك كان طالع يشتغل من امتى؟ يعني هو الرحله دي طلعها يوم ايه؟ هو طالع سرح يوم الخميس، الخميس الصبح. ماشي. وهو مكلمنا اول امبارح كان كويس وما فيش اي حاجه بس احنا يعني عايزين حقه. طب انتوا عرفتوا الخبر ازاي؟ عرفنا الخبر من التلفزيون، قناه القاهره والناس كانت موجوده وشغال عليها الكلام دون. ماشي. واحنا مش هنسيب حقه، احنا عايزين حقه. طب وانت والدك ما بيصطادش ليه هنا؟ والده ما بيصطادش ليه هنا؟ لانه هو تعبان، هو راجل كبير، وهو اساسا هو في سمك او في حاجه ما بيصطادش ليه هنا في البحر؟ ناس في البحر عماله تضرب وضرب نار وما فيش خالص. انا هيصطاد هنا يعمل ايه؟ هيروح يتضرب بالنار ويجي؟ والدك يعني ايه اللي خلى والدك يسافر يصطاد بره؟ والدي بيسرح في البره ده من زمان، احنا اول سنه ولا تاني سنه احنا طول عمرنا وعينا تلاقينا ابويا بيسرح في المكان ده، هو ده مصدر رزقه. ما بيصطادش في البحيره دي؟ مفيش بحيره دي نسرح فيها. فين البحيره دي دلوقتي؟ بقى كلها بلطجيه، ضرب نار وقله ادب. يسرح فين؟ يجيب منين؟ طب ما في حملات بتنزل من البحر. انا جاي من اهو، ادي واحد جاي من البحر. انا جاي من البحر دلوقتي، مفيش بحر، مفيش اي حاجه، مفيش ولا حمله ولا ده ولا ده ولا ده. قله ادب والناس بالبنادق وبالرشاشات. انا جاي من البحر. يسرحوا فين؟ يعملوا ايه؟ يبقى الواحد ياخد المكنه بتاعته.